بارك الله فيك. الشيء اللي سويته شيء مفرح. هذا ديدا قوات الامنيه. احنا ناس نخدم البلد، نخدم المواطن، وارواح وممتلكات واطفال واشياء وحاجات الناس عهده برقابنا. انت بطل، انت ابن عشيره وحموله محترمه. انا اهنيك هاي الموقف الانساني الجميل اللي نم على انه ينطي صوره ناصعه عن اداء وزاره الداخليه. بارك الله فيك.